رزيتش مدرب ضمك يتحدث مع زميلنا محمد الشامي مراسل البرنامج في عسير. قريب اعتقد فعلا ان احنا في الشوط الثاني كان عندنا الشكل الطيب اللي احنا كنا محضرين له. الفريق لعب بنفس الاسلوب بنفس التكتيك بين الشوطين. المدرب طلب من اللاعبين اللعب بنفس البساطة بنفس الاسلوب بنفس الشكل الطريقة اللي احنا قضينا عليها الشوط الاول. كان عنده مخطط ان في مخاطرة في وقت محدد من المباراة اذا تمت النتيجة على التعادل على التأخر في النتيجة. لما سجلنا طبعا الهدف ما خطر بالشكل المطلوب. وشايف انك انت لما تسنح لك فرص قدام فريق زي نادي الاتحاد فريق كبير وتسجلها او تضيع منك طبعا بتعاقب عليها. فاحنا سنحتنا فرص لعبنا شوط ثاني مميز سجلنا التعادل وكنا نستحقه. اعتقد طبعا انك تطلع بنقطه قدام فريق عريق زي نادي الاتحاد بما يملكه من جماهيريه بما يملكه من القاب بما يملكه من تاريخ شيء مرضي له. وطبعا هو شايف اليوم كانت الاجواء رائعه، الملعب مليء بالجماهير، طبعا اجواء فرح اجواء متعه. ويتمنى ان زي ما الجماهير في منطقه عسير بتحضر لمسانده الاهلي والنصر والشباب والاتحاد والهلال لما يجوا يلعبوا ضد ابها وضمك، يتمنى ان احنا في المستقبل ننجح في تغيير هذه وجهة النظر او هذا الشكل وليجي الجماهير تحضر لمساندة ضمك ومساندة ابها في ضم المحترفين. اعتقد ان في وجه المقارنه صعب جدا تقارن العداله بالباطن، لان الباطن فريق بيمر بظروف صعبه جدا، ممنوع من التسجيل، عنده مشاكل ماديه كبيره جدا. فكل هذه الظروف لا تقارن طبعا بفريق العداله، هيكون طبعا مباراه استعداد لها بطريقه مختلفه والتحضير لها بشكل مختلف، لان فريق العداله طبعا فريق بيلعب مكتمل عنده لاعبين كاملين، فاكيد الاستعداد هيكون بشكل مختلف جدا.